زعل ونفرح الأفكار كل شي رح ينسأل تاني نشوف الأسرار لكل المشاهدين مساء الخير لكل ضيوفي ومساء الخير للضيف الذي سيحسم بدون زعل وشعار الدائم هيدا رأيي وهيدا موقفي من هيدا الموضوع والليلة نحن بتحية خاصة للدراما اللبنانية اللي كانت حاضرة بقوة وبشكل ملحوظ بشهر رمضان المبارك واستوحينا من مسلسلاتها أربع مواضيع رح نناقشهم الليلة مع ضيوفنا التحرر الحب المستحيل الانتقام والمقاومة وإنما دايما بدون زعل منبلش بالروبورتاج السريع بحسب الإحصائيات الأخيرة يفوق عدد الخطوط الهاتفية الثابتة من 120 مليون خط والخليوية 700 مليون خط في العالم قد يتخيل أحدنا حياته اليوم دون هاتف ثابت لكن هل نتخيل حياتنا دون هاتف خليوي؟ وإذا حصل ذلك فعلا من هو الشخص الذي ستفتقد مكالمته أو عذرا مراسلته؟ وما قد نشتاق إليه أكثر المراسلات أو المكالمات؟ لفتت جزيرة بارو التي تبعد 30 ميلا عن الساحل الغربي الأسترالي النقاد والعلماء فنصف الجزيرة حقل نفطي والنصف الآخر محمية طبيعية حيث يعيش الإنسان والحيوان جنبا إلى جنب في تناغم في لبنان ما زلنا لا نستطيع التناغم مع أخونا الإنسان بسبب الدين المذهب أو الطائفة فهل سنشهد يوما في لبنان مجسما عن تلك الجزيرة؟ في الولايات الأمريكية كما في البلدان الأوروبية يكثر الوشم بين المراهقين والمراهقات رغبة في إظهار هوسهم بالنجوم أو حبهم للآخر من خلال وشم اسمه أو حتى صورته ومؤخرا للتعبير عن فكرة ما بأسلوب غير مباشر في المراهقة ومع مرور السنوات ما الذي رغب ضيوفنا في التعبير عنه أو في رسم وشمه؟ احتلت أنتاركتيكا المرتبة الأولى ليس باعتبارها المكان الأكثر عزلة في العالم حيث تنخفض الحرارة إلى 60 درجة تحت الصفر بل لأنها مليئة بالحياة بشكل لا يمكن تخيله ففي الشتاء مثلا تجتمع طيور البطريق في كتلة عملاقة لتدفئ بعضها البعض نحن متى سنحمي بعضنا البعض لندافع عن أبسط احتياجاتنا؟ أشار باحثون عالميون إلى أن أسوأ كابوس هو تعرضنا لهجوم من سرب للنحل فالنحلة في تفسيرهم لا تلسع إلا إذا خافت فهي كما تنتج العسل يمكنها أن تضخ السم فكم من حولنا من يظهر لنا عسله بينما يضخ سمه دون حتى أن نشعر مساء الخير كارمن مساء النور الخبر بيحكي عن النحل وبيقول انه النحلة ما بتلسع الا اذا خافت وعن العسل وما شابه في ناس مثل النحلة بيعقصوا بس يخافوا انت امتى بتعقصي انه ما بعتقد في حدا بس يخاف ما بيعقص كل الناس مش بعض الناس كل الناس بس تخاف بدها تعقص اجمالا عقصاتك ليعلموا حدا او ليحسسوه انه يستحي من حاله ولا ليربوه رجعي دليه حبيتهم كلهم لانه كيف شكل عقصتك يعني دبلوماسيه لكن كل اللي قلتيهم كلهم؟ اي طبعا لا دبلوماسية ما في العقصة عقصة يعني اساسا ما كتير عقصت بحياتي مع انه تمنيت اعقص يعني بس ما كتير عقصت مين عبالك تعقصي؟ كتير عالم هلا اذا بدي احكي ما بتخلص الحلقة ما تخلص قولي لا مش ما حدا قريب يعني ما حدا من اللي بعرفهم يعني انه الشعب اللبناني كله شي مرة عقصتي؟ بعقصهم كلهم شي مرة عقصتي حالك؟ ايه وين كان؟ ليه كيف مين؟ شو هلا بدي اقعد اخبرك قصه حياتي كان شو حطومي حالك على شيء؟ انه في جزء منه ايه عقصات المراه للمراه اقوى ولا عقصات الرجال للرجال اقوى؟ المراه للمراه ليش دايما نحن هيك؟ لانه المراه كارلوس مساء الخير بتبصي لي كده ليه؟ امال حبصي لمين؟ كارلوس الخبر بيحكي عن الجزيرة اللي هي شبه محمية طبيعية واللي الحياة فيها بين الإنسان والحيوان جنبا إلى جنب كتير منيحة قولك بالمطلق يعني مين لازم يخاف من التاني أكثر الإنسان أو الحيوان؟ هلا أنا برأيي ما حدا لازم يخاف من التاني يعني هلا مثل بهالجزيرة هني عايشين مع بعضهم وشكلهم مثل ما فهمنا بالتقرير إنه ماشي حالهم يعني أنلس حدا جرب يتعدى على التاني يعني فهون بتبلش الخوف المتبادل يعني لما هالحيوان مثلا يكشر عن يابه والانسان بده يخاف
والحيوان بخاف لما الانسان اوقات يكشر عن ايبه لانه بيطلع اقسى من الحيوان. اكيد. انت بتقول انه بخاف لما الانسان يتحيوان او لما الحيوان يعمل مثل الناس؟ الحيوان ما في يعمل مثل الناس الا بمطارح قليله جدا، يعني لما بيكون وفي اللي هي صفه ما عندهم اياها الناس اوقات حتى. بينما الانسان بيقدر يعمل يعني عذرا على التعبير مثل الحيوان اوقات، مع انه مش مفترض شو مزف عذرا على التعبير بس بيضطر. شو عاقل بشوفك برا ما بشوفك هون؟ لا برا شو كنت عم بتشيطن يعني وانه عم افز على الكنبيه؟ عادي نفس الشيء. لا على الكنبيه اللي حدا ايه كنت مصمدهم كنت يعني. ايه كفي فكرتك. ايه فهو الانسان عاده يعني بيضطر يتصرف بطريقه شوي ما بتشبه الصفات الانسانيه. فمشان هيك نحن مش كلنا، لا نحن في اغلبيه العالم عندهم اياها، في هالفئه الصغيره اللي هي اوقات مثل التعبير يلي هلا تفضلتوا فيه بتتحيوان يعني يلي هو شيء مش كثير مرغوب تفضلتوا فيه خاصة حالي بلا ادب. لا مش هيك، لانه هذا يعني هي الحيوانه مش حلوه فمشان هيك. بس هي الحيوانه اذا واحد خلق خصائص يعني ان كان للبشر او ان كان للحيوان. بس هي الحيوانه اذا بتشوفها بمعناها الاصلي هي بتكون يمكن مديح اذا فينا نعمل احيان، يعني الحيوان ما بيأذي الا وقت يكون من ادب. مشان هيك انا قلت بالاول مثلا اوقات بنستعير نحن صفات بنحطهم عند الحيوان مثل الوفاء يلي هي اوقات مش موجوده عند. انت بتقول عن حدا اذا طبعا ما في كاميرا شو حيوان بتكون، اي هي الصفه اللي فيه؟ هلا حسب، هلا اذا بدنا نجي نحن نحكي عن شيء دارج، هلا في اخبار كثير دارجه هلا بلبنان مثلا، اذا واحد غنى منيح بيقولوا له انت حيوان مغنى مثلا. اذا واحد وحش يعني. اذا واحد مثلا كان هو بحياته عم بيسوق بطريقه عاطله بيقولوا هذا حيوان سواقه. فهي كلمه حيوان مفترض يجي شيء من بعدها كرمال الدلاله تنقدر نفهم نحن كيف واحد عم ينعت الثاني باي صفات يعني. هلا انا شخصيا ما كثير بحب انعت العالم بهالصفات يعني، فبتكتفي بهالحركه. حيوان شو صيعتني. لا ما هو مر، اذا في اشخاص اذا بتقولي له انت واحد حيوان لحظه بتنكون متفقين انا حيوان شو مثلا هالحيوان. لا بس هيك بالمعنى الايجابي انت عم تحكيها. انا شكلي ايجابي بالحياه. لا انت عم تحكيها بالمعنى الايجابي انه حيوان غنى يعني. لا ما انا ما كملت، ما هن في عده روبريكات يعني. تنين طرب يعني وحش. ايه وحش. ايه يعني في واحد مثلا حيوان حيوني بيبقى يعني انه هو بالحياه دائما هيك، فنحن بنجي بس منزد له اذا بدك هالصفه الصغيره. توني مساء الخير. مساء النور. توني الخبر بيحكي عن مراتب اولى لدوله معينه ودرجه الحراره فيها قليله، بس انه حب الناس لبعضها هو خليها بمثابه انه تكون دوله اولى. اذا بنقول انه لبنان يحتل المركز الاول سلبا بشو ايجابا بشو؟ سلبا بالطائفيه وتعدد الانتماءات السياسية، هذا كثير سلبي. إيجابا حلو إنه قرب البحر من الجبل بس. بس هيدا؟ طب إيجابا للبنانيين؟ لبنان هلا بلشنا. بس لبنان صار إيه؟ إيجابا للبنانيين؟ على فكرة بالبروفين ما إجوا هالأسئلة، تفضلي. مش طعمين. أنا ترمينال أصعب. أنا دغري من كتر ياما على السجون. إيجابيين عم بحكي عن اللبنانيين، إذا مش لبنان قلت قرب البحر من الجبل، هيدا لبنان، طب واللبنانيين؟ ما عم شوف في ايجابي لانه بلبنان، عفوا اللبنانيين ما فيهم شيء ايجابي اللبنانيين؟ بيعرفوا يهيصوا، بيعرفوا يحملوا شعارات، هيدي مش ما بيعرفوا يصمدوا كمان؟ لا. يصمدوا؟ الصمود يعني بيعرفوا يصمدوا اوقات لو بيعرفوا يصمدوا ما وصلنا لهون. بدهم يصمدوا يصمدوا ايه. طب بدي احكي عن توني وبكل شفافيه، وانت توني مش توني هلا، شو احسن شيء بتوني بخليه بالمرتبه الاولى بعين حاله، وشو اكثر شيء بخليه بالمرتبه الاولى سلبا كمان بعين حاله؟ اولا تواضعه محبته للناس، هذا سلبا هلا حاليا. هذا ايجابي انا سلبا. ايه مزبوط بالنسبه للبعض. ايه بخليني فكر سلبيا يعني. لا شيء بحالك انت بحالي بقول انا مش معقول بحبه. الاول بهالشغله وشغله حلوه، والاول بهالشغله وشغله عاطله، بس انا بعرفها عن حالي. تسرعي تسرعي واخذ القرارات الغلط اوقات اوقات كثيره. ومن هي المرأة الأولى إذا عم نحكي كثير عن الأوائل بحياتك غير أمك؟ ما تقول لي أمي. ستي. حبيت دغري. المرأة الأولى، المرأة الأولى أختي. أختي. اه والله؟ بس ما هيك قصدنا نحن. اللي بحبها؟ في أولى؟ ما في. وليه بزعل؟ نحن بدون زعل.
مالك زعلان؟ مش زعلان، مبسوط فرحان قوي. حابين اسئلتك، بتعرفي انه بعرقوا من هون وطلوع. ديما سؤال، شو قلت؟ ليه هول الاسئله؟ لا بس انت قال لك انا شو في انه في انسان بحياتي هذا الشيء ما بينقص. ما في انسان بحياتي، بس كانك عم تقولها بفرح انه هذا هو الفرح، انه في انسان بحياته. ايه كثير مبسوط. شو نص حياتك ضايعه؟ انا كنت عايش حياتي مع انسان ما بتحب حدا وهيك، بس تركت حسيت انه تبعتيني. مين الاول بالممثلين يصلح لمنصب سياسي؟ كارمن لبوس. ايه شو المنصب اللي بتعطيه؟ انا بتمنى انه ورطك المنصب السياسي وزيرة الممثلين. وزارة جديدة؟ ايه جديدة. بس هن كلهم ممثلين اصلا يعني ده شو؟ بس ما عم بيعرفوا يمشوا ما بيعرفوا يمشوا مزبوط. ورد الخبر بيحكي عن التليفونات الخلوية وبيقول انه 700 مليون خط بالعالم. انت من جماعة الديليت ولا بتخلي اسرارك على تليفونك؟ لا بشيله ديليت. انت من جماعه الديليت؟ يبقى في حاجه خطيره. بس مهم واحد يشيلهم من جوا مش من التليفون. بتشيليهم لانه مش طايقه الشيء الموجود ولا لانه بتخافي حدا بالغلط ياخذ التليفون؟ اثنين. وقت قصه الفضيحه تبع دعايه الشانل تبع الدراما، شو ابرز اس ام اس اجاكي قبل ما العالم تعرف انه هذا الشيء تركيبه؟ اجاني مسبات. هيك مسبات على التليفون؟ مسبات يعني بمعنى بتحبب، يعني انه يعني عرفت كيف، يعني شيء كلمه هيك انه كيف عملتيها فينا، يعني هذا اكثر شيء اجاني مسجات من هالنوع. بتذكر شيء حدد عصبك؟ عصبني؟ لا ما في شيء عصبني. ما ندمتي على اللي عملتيه على كل حال؟ ابدا. ليش بدي انتمي؟ برايي ورد التليفون هو اختراع جيد لانه استراتيجيه للرقابه، يعني نعرف وينه وشو عم يعمل وشو عم بيساوي هلا، والاستراتيجيه لمزيد من الحب لانه حلو كمان بس الصوت احيانا. انا بفتكر استراتيجيه لانه تدمر كثير امور. لانه يدمر؟ يدمر. انا مع الاشياء البدائيه اكثر. لانه هل الاختراعات اللي بين ايدينا اوقات كثير عم بتخرب اشياء. طيب اذا انا وارد هلا وبدي اقول انه لاله للي عارف حاله. بس شوف رقمك. كفي الجمله. بس شوف رقمك بنط قلبي. اوف بنصدم. بريك وبعدها بنكون مع اول محور لليلة. كارمن نرزي من العالم، كارلوس ملك الكوميديا، توني مجروح من الوطن والحبيب، ووردي عايزة ومستغنية. أحبك جدا وأعرف أن الطريق إلى المستحيل طويل، وأعرف أنك ست النساء وليس لدي بديل. بهذه الكلمات وصف الشاعر الكبير نزار قباني الحب المستحيل أو الحب الممنوع، موضوع تناوله مسلسل ديو الغرام. كيفك سامر؟ طمني عنك، كل الليل وأنا عم فكر فيك. شو بدي أخبرك؟ بس هيك لو فيني أغولك ساعتين عفوا صعبة. اليوم بشوفك. كيف بدك تشوفيني؟ وين بدك تشوفيني؟ روح لعندك على المستشفى. لا يا حياتي ما تعذبي حالك تيجي على المستشفى. عذب حالي؟ بدي شوفك سامر. داليا ما بدي سبب لك مشاكل أكثر. ما تعطي الهم. اشتقت لك كثير داليا. أنا كمان. العشق أمر بيسبب الألم كما إنه بيسبب السعادة، ولكن انه تعشق دون امل، انه تعشق ما هو ليس لك، امر ما بيحقق لك سوى الحزن، الالم والتعاسه، امور ما بنشفى منها بسهوله ولا حتى مع مرور عده سنوات. فهل اختبر ضيوفنا هالنوع من الغرام؟ ومتى بيصير العشق ممنوع؟ عن جديد كارلوس، خلينا نفوت بموضوعك. هل انت ممكن تكون سامر باي وقت من الاوقات بحياتك الشخصيه؟ ببعض المطارح ايه، ببعض المطارح لا. ليه كم بعض بدك تحب؟ لا ما خاص، ما هو قصة سامر مش بس مقضية على الحب، يعني في عنده عدة شغلات بالمسلسل، يعني هو مش بس بدك حدا يشتغل سياسي فيه هو إذا بدك. إيه كنت أفكر فيه. موضوعنا الحب مستحيل. لا كارلوس. ممكن إيه تحب حدا مزوج؟ ممكن تكون سامر، عم قلك ببعض المطارح إيه ببعض المطارح لا، لأنه سامر مش بس هو هيدي قصة الحب، في شغلات بتتعلق بالعمل. بس شو عنوان الفقرة؟ ما بعرف نسيت، انتم معنونينا. سياسي بامتياز. عن جد 100%. ممكن توقع بالحب المستحيل؟ ايه اكيد، مين ما كان ممكن يوقع بالحب المستحيل. ايه شيء طبيعي. شو بتعمل؟ شو بعمل؟ بدك هون ساعتها ترجعي تحكمي لغة العقل مش لغة القلب.
مع اذا بدك خلينا بالاول نعمل ديفينيسيون تعريف لكلمه مستحيل. شو معنات مستحيل؟ يعني هو اللي مستحيل لاي درجه ولا اي سبب. في عليه معوقات كثيره. هلا بس هلا انطلاقا من انه العلاقات الثنائيه هي مش بس حب. الحب هو اكيد اساس، بس في شغلات كمان بتكمل. اذا هالشغلات اللي منا مكمله كلها منا ظابطه وفي الحب بس ظابط ما بتزبط الشغله. انت بتحب مره مزوجه وزوجها مثل ما عم ببين من المسلسل بيعاملها بطريقه عاطله، بتحرضها تغير حياتها بكل بساطه او تبعد عن الموضوع؟ لا، بعد عن الموضوع. ليه؟ بعد عن الموضوع. اذا فيك تنقذها من هذا الموضوع. مش شغلتي انا، مش دفاع المدني تأجي انقذ العالم يعني. عرفت عليك بس ما بس مش هيك بتصير الشغلات. لا مش الدفاع المدني. ايه يعني ما مش ما هلا مش انه كل مره مجوزه عم تعذب بجوازها بدي انقذ لها جوازها. لا بس لانك بتحبها. اذا بتحبها ليكي، اذا بحبها وبحس انه من وراء هالحب بده يكون في خربان بيوت، لا بفضل انسحب ساعتها.